الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على حبيبنا وسيدنا محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم أجمعين. من الصفات التي ربى النبي صلى الله عليه وسلم عليها الصحابة الكرام رضي الله تعالى عنهم، والتي كانت أساساً في بناء الثبات في أيام الفتن، هي صفة الصبر على المحن والشدائد. يأتي خباب ابن الأرت رضي الله تعالى عنه إلى حبيبه صلى الله عليه وسلم، وكان متوسداً، يعني عامل زي وسادي بجانب الكعبة تاكي عليها النبي عليه الصلاة والسلام. فجاء خباب وكشف ظهره إلى حبيبه صلى الله عليه وسلم وقال: يا رسول الله، أوقد النار وما أطفأ النار إلا ودك ظهري، أهكذا الدهر؟ لأيمتى؟ إلى متى؟ إلى متى يطول البلاء؟ احترقنا يا رسول الله، ذاب شحم الظهر. فقال النبي صلى الله عليه وسلم لخباب رضي الله تعالى عنه: كان في من كان قبلكم يؤتى بالرجل فيحفر له في الأرض فيوضع في الحفرة، ثم يوضع المنشار في مفرق رأسه، ثم يقسم قسمين، ما يرده ذلك عن دين الله شيئا، والله يا خباب ليتمن الله هذا الأمر. قائم وقادم النصر، ولكنكم تستعجلون. أول لقاء للمسلمين مع المشركين في بدر، خرج أهل المدينة مع النبي صلى الله عليه وسلم للقاء عير قريش. شو يعني عير قريش؟ يعني قافلة طلع من قريش بإمرة أبي سفيان، مش جيش مجهز للقتال والحرب. فخرج مع النبي عليه الصلاة والسلام اللي كان موجود، شو معهم عدة، خرجوا بس صاروا في وسط الطريق. عرف النبي عليه الصلاة والسلام أن أبا سفيان التف بالقافلة وجاء جيش مكانها، فإنهم سيلتقوا بجيش. فالنبي صلى الله عليه وسلم لا يرضى إلا أن يشاور الناس، فجمع الصحابة رضي الله تعالى عنهم وأقام الشورى. ما رأيكم؟ قام أبو بكر. أبو بكر رضي الله عنه أصلا مهجر من مكة، فطبيعي المهجر بده يقتسم للمهجره، فقال له مستعدون. قام عمر قال مستعدون، قام المقداد قال مستعدون. فالنبي عليه الصلاة والسلام يسأل: ما رأيكم؟ ما رأيكم؟ سعد بن معاذ سيد الأنصار، سيد أهل المدينة. فقال: يا رسول الله، كأنك تريدنا، يعني أنت عم بتسأل مرة تانية وتالتي، بدك تقول، بدك تسمع جوابنا نحن، كأنك تريدنا. فقال صلى الله عليه وسلم: نعم يا سعد، ما رأيك؟ فقام سعد بن معاذ رضي الله تعالى عنه ووقف أمام النبي عليه الصلاة والسلام، وصار يتكلم أمام النبي صلى الله عليه وسلم والصحابة، ثم قال: سعد، يا رسول الله، آمنا بك وصدقناك. يا رسول الله، خذ من دمائنا ما شئت، خذ من أموالنا ما شئت، خذ من أبنائنا ما شئت، والذي بعثك بالحق لو خط بنا برك الغماد لخضناها معك، صل حبال من شئت، اقطع حبال من شئت، عادي من شئت، والي من شئت، فوالله إنا معك. ثم قال: إنا لصبر في الحرب صدق عند اللقاء. يعني يا رسول الله، أنت ما جربتنا، لكن إذا وقعت الحرب سترى منا بأسا شديدا، وعلى رأسه الصبر عند اللقاء. لذلك يا الحبة في الله،
من صفات أهل الثبات في المراحل القادمة بالعامية نفسهم طويل، نفسهم طويل. وبدك أعطيك ميزان تحطه بين إيديك وتقيس في نفسك بهالأيام، نسأل الله السلامة حتى لا تأتي الفتن ويظن الواحد منا أن له شأن وبيطلع وزنه ضعيف. من الصبر ومن علامات وجود الصبر عندك الصبر على الطاعة. بدأنا من 5 أيام أو 6 أيام رمضان، لا أظن واحد فينا إلا وضع لنفسه برنامج بمستوى عالي بالقرآن بالأذكار بالتراويح بالقيام. يعني بعد معنا أسبوع ببلش من الأسبوع الثاني ببين من عنده الصبر، من صبر على 20، من صبر على القيام، من صبر على القرآن، من صبر على الدعاء، من صبر على غض البصر، من صبر على الانقطاع عن التواصل، من صبر على موضوع الغضب. لأنه الاندفاع في أول رمضان بيكون قوي، لكن من الناس من يصبر أسبوع ثاني أسبوع بيضعف، من الناس من يصبر أسبوعين، من الناس من يصبر 3، ومن الناس وأسأل الله يجعلنا جميعا هكذا، ومن الناس من يبقى على نفس المستوى بالعبادة والهمة من أول ليلة في رمضان حتى آخر ليلة. هؤلاء صبر. عشان هيك الصحابة الكرام رضي الله عنهم ما كان النبي عليه الصلاة والسلام يتعب معهم كثير، صابرين. ربط حجر يربط حجرين، ربط حجرين يربط 3، جاع يجوع، هاجر يهاجر، بدي يبعثكم على أماكن بعيدة، ما يتأففوا، جاهزين، ما يعتذروا. لا يستأذنك الذين يؤمنون بالله واليوم الآخر أن يجاهدوا في سبيل الله بأموالهم وأنفسهم وأولئك هم الصادقون. إنما يستأذنك الذين لا يؤمنون بالله ولا باليوم الآخر وارتابت قلوبهم فهم في ريبهم يترددون. لذلك يا الحبة في الله، البيئة في الخارج، البيئة في حياتنا اليومية بيئة صعبة، تحتاج منا صبر على الطاعة وصبر عن المعصية وصبر على الشدائد. اليوم صوت بسيط طلع، نسأل الله السلامة ونسأل الله العافية. شفتوا شو صار بالناس وشو صار بالبيوت وشو صار بالنساء وشو صار بالأولاد؟ هذا الصوت أهلكم في غزة يسمعوه كل يوم 10 مرات وكل ليلة 10 مرات، كل ليلة كل يوم. كيف وطنوا أنفسهم؟ كيف دربوا أنفسهم؟ كيف صارت تلك الأصوات عندهم؟ فلا بد أن نوطن أنفسنا وأن نجهز أنفسنا وأن نسأل من الله جل جلاله أن يجعلنا أهلا للثبات. ختم لنا سورة آل عمران بقوله: يا أيها الذين آمنوا اصبروا وصابروا ورابطوا واتقوا الله واتقوا الله لعلكم تفلحون. أسأل الله تعالى أن يجعلني وإياكم من الصابرين. قوموا إلى صلاتكم يرحمكم الله.